السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نشوفوا إن شاء الله لي فورمولير أون سي اس اس. دونك شفنا قبل لي غالغي ديماج، غنحاولوا ما يمكن نديروا دي ستيل بروبريي على الفورمولير. كيف شفتوا معايا دابا، عندي واحد لابل فيرست نيم وعندي واحد الانبوت باغ اكزومبل. دونك كيفاش نقدر نبدل يعني السايز الحجم ديال الانبوت؟ دونك تو سامبلومون انبوت نستعمل ويت اي يعني باغ اكزومبل 100%، يعني الحجم غادي يكون يعني على طول العرض ديال الباج ويب. دونك فوالا تو سامبلومون. الوغ مانتونون كيفاش نقدر نبدل يعني لي بروبريتي او بيان نقادي لي بادين على الانبوت؟ دونك تو سامبلومون غنمشي هنا باغ اكزومبل، عندي انبوت يعني دو تيب تكست، دونك تايب هنا ايغال تكست، غنبدل عليه البادين. مثلا هنا بادين غادي يكون مثلا 12 بيكسل، 20 بيكسل هنا. انسي مارجن، مارجن نعطيها مثلا 8 بيكسل اي 0. انسي بوكس سايز نعطيه مثلا بورد بوكس. الى لاحظتوا هنا يعني تبدلات عندي يعني لا بارتي ديال الانبوت دو تيب تكست. الوغ هنا سي با بلي غيومي باردون فوالا. دونك تو سامبلومون الوغ نقدروا نابليكيو دوطخ شوز على لي انبوت. دونك كيفاش نابليكي بوردر؟ بوردر راديوس. دونك بوردر راديوس، دونك تو سامبلومون مثلا نعطيه 4 بيكسل، الا حتو غيولي يعني بواحد لا فاسون. مثلا نزيد هنا واحد لا كولور بوردر، نعطيه مثلا 2 بيكسل سوليد ريد. دونك واخا في البوكس سايزين راه ديجا راه دوتر شوز. دونك نقدر نرجعها بوكس سايزين باش تبقى يعني في السايز ديال الباج ويب. دونك الا حتو يعني عندها واحد راديوس وعندها لا كولور ريد. دونك نقدر اوسي نرجعها بوتوم، يعني بوردر بوتوم بوتوم. دونك فوالا يعني بوتوم، نحيد هاد بوكس سايزين باردون، نحيد هاد بوكس سايزين. الوغ يعني مكاينش ديفيرونس يعني فوالا. دونك نقدر نستعملوها يعني بكولوري، نقدر نزيد الباك جراوند كولور مثلا هنا اكوا. الوغ اوسي نقدر ندير لي زونطري سيبلي. دونك تو سامبلومون نقدر نابليكي واحد الفوكس. دونك مثلا هنا فوكس في حالة يعني كليكيت على لي تو سامبلومون، نرجع هادشي كامل، نرجعو مثلا باك جراوند فوالا. في حالة كليكي جوست غير كليك ان كليك كتولي باك جراوند يعني بهاد الكولور هادي. مثلا نقدر نابليكي حتى البوردر، يعني نرجعو لي بوردور باغ اكزومبل هنا ايسي فوالا. دونك جو كليك، كون جو كليك كيولي عندها دي بوردور و باك جراوند. دونك تو سامبلومون هكذا نقدر نابليكي دي ستيل على يعني لي زينبوت ديالي في الفورمولير. ميم جو بو اوتيليزي مثلا واحد تكست اريا. دونك مثلا نستعمل واحد تكست اريا، تكست اريا فوالا. دونك هنا مثلا ابليكي عليها هاد تكست اريا كيلكو بروبريتي باغ اكزومبل تكست اريا. الويت غادي تكون مثلا بالعرض ديالها يعني 100% فوالا لاحظتوا. و نابليكي عليها مثلا يعني البوردر حتى هي بوردر راديوس، ابليكي عليها اوسي يعني الباك جراوند كولور مثلا نعطيوها هاد لا كولور ainsi de suite. Donc tout simplement c'est très facile. يعني ندير واحد اللعيبه سميتها ريسايز ونعطيوها نون، يعني ما كتبدلش لها السايز ديالها. دونك تو سامبلومون نقدروا نابليكو بليزيوغ بروبريتي على سميتو على لي فورمولير. باغ اكزومبل الا بغيت نابليكي واحد المنيو دو سيليكسيون، دونك كيفاش نابليكي منيو دو سيليكسيون؟ هادشي ديجا ما شفناهش في لي فورم ولكن نحاولوا نشوفوا ما امكن. دونك لي منيو دو سيليكسيون تو سامبلومون ناجوتي هنايا سيليكت، ولكن هضرنا على هاد لي بروبريتي كاملين. سيليكت معاها مثلا واحد النيم انسي دو سويت، مثلا هنا
name c'est country par exemple country donc ou bien l'ID notre ID ou le country باش نقدر نابليكو عليه CSS parce que ما كنابليكيوش لي CSS على لي name donc وسط من هاد select نقدر نابليكي لي options donc option option et la valeur تكون مثلا OU et مثلا Australie Australia نخليوها OU donc option مثلا 2 points option value مثلا تكون مثلا كندا pardon مثلا option voilà option option مثلا هنا تكون ك كندا par exemple option مثلا هنا تكون عندي SA ولا USA USA donc voilà sont des options là tout un très minuscule هادشي A USA ainsi de suite donc كيفاش نقدر نابليكي يعني ستيل على هادشي كامل نمشي نمشي select voilà select ونابليكي واحد الويت يعني يعطيه 100% voilà ونابليكي مثلا padding نعطيه مثلا 16 بيكسل و 20 بيكسل و لي بوردر نعطيه مثلا نون و بوردر راديوس نعطيه مثلا 4 بيكسل و باك جراوند كولور نعطيه مثلا شي كولور F1 ainsi de suite دونك تو سامبلومون لاحظتوا هنا ابليكينا واحد يعني واحد ستيل على لوبسيون ديالنا فوالا دونك هكذا نقدروا نابليكيو دي ستيل على لي فورمولير بيان لي زيليمون دو فورمولير دونك اوسي حتى من لا بوتون بوتون نقدروا نابليكيو عليها دي ستيل دونك غنشوفوا كيفاش نكرييو دي بوتون دونك تو سامبلومون لي بوتون نقدروا نستعملوهم باش ب يعني تو سامبلومون باش بلي زيبوت دونك نقدر نكرييه مثلا مورا سيليكت واحد لي بوتون مثلا نستعمل غير هاد البوتون سبميت دونك فوالا باغ اكزومبل هادي بوتون ديالي الوغ نمشي نابليكي لو تيب مثلا انبوت ونحط حداها يعني تايب باردون يعني لو تيب ديالها غادي يكون مثلا سبميت لانني ديكلاريتو كوم تيب سبميت دونك فوالا الوغ باك جراوند كولور باغ اكزومبل نعطيوه مثلا اكوا وعندو بوردر يعني نون يعني با دو بوردور نشوفو كيفاش غادي تخرج دابا دابا نقدر نابليكي لي بادين بادين مثلا نابليكيو نفس البادين على 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 البوتون دونك فوالا ابليكيو مثلا كورسور كورسور بوينتر بوينتر نابليكيو يعني غادي يكون عنده بوينتي تو سامبلومون نابليكيو واحد المارجين مارجين ما بين لي زينبوت مثلا مارجين نعطيو 4 بيكسل 2 بيكسل دونك فوالا دونك تو سامبلومون سي تري سامبل يعني باش نقدر ندير واحد سي اس اس على لي زيليمون دو فورمولير هادشي اللي كاين في هاد لابارتي ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله في دوطخ بارتي وغادي نعطيكم يعني واحد لا فيديو اللي يكون فيها ملخص شامل ديال هادشي كامل شفنا بالاش تي ام ال و سي اس اس باش نصوبو ان بروجي يعني كي انغلوب تو Donc, t'la qu'on charla bin la vidéo suivante.